لا أحد بأمان طالما الجميع ليسوا بأمان. نحن هلا بجولة على مجمعات سورية بالبقاع برفقة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. قابلنا أسر قبلت تحصل على اللقاح. صارت تجينا مندوبين من الأمم تشجعنا وصرنا نشوف عالم عم تتلقح ما عم بيصيبها أي شيء. بينما أسر أخرى ترفض الفكرة تماما. هو اللقاح هذا مجرب على يعني مثلا على حيوان أو على شيء، في حيوان مثلا هل جربوا عليه اللقاح هذا مات يعني. أبو ياسر هو من سكان مخيم المرج بالبقاع، رب أسرة مكونة من 4 صبيان و3 بنات وطفل تامن على الطريق. إن شاء الله إنه بدنا نلقح يعني، بس هلا بس عندنا تفكير شوية بدنا نفكر إنه نلقح. طيب أنا بنصحك نصيحة، ما تاخذ وقتك كتير بالتفكير لأنه هذا المرض ما بيستنى. وعلى هالنصيحة بل على هذا التحذير نترك أبو ياسر لننتقل إلى خيمة أخرى منقابل إبراهيم وهو بيسكن فيها مع زوجته وأطفاله الستة. وبعكس أبو ياسر سجل على منصة التلقيح. أنا أول شيء كنت رافض، بس كثر المنظمات اللي اجتنا والنصائح اللي اجتنا يعني اقتنعنا بالموضوع وسجلنا فيه. رفعنا إبراهيم وزوجته إلى العيادة المتنقلة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمرج بالبقاع. كم شخص صرنا مسجلين؟ أي ساعة بلشنا وكم شخص صاروا؟ نحن بلشنا من الساعة 10 مش 10 ونص تقريبا، صرنا لحد هلا 67. نحن يوميا قادرين نعمل تقريبا 200 لقاح، هيدي الكاباسيتي للعيادة اللي عنا. 67 في إقبال يعتبر منيح اليوم. أكثر من 8000 نازح سوري تلقوا اللقاح لآخر أيلول بمنطقة البقاع. الحملة مستمرة وتتطلب وقت لإقناع المعترضين والرافضين بتلقي اللقاح. ضروري إنه هيدا الشخص هو ياخذ هيدا القرار، وهيدا القرار يكون مبني على هيدي المعلومات الصحيحة، ويكون كمان عم نضحك كل الشائعات اللي ممكن تكون عم تتداول أما بين الأشخاص وبين الجيرة أو إنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكون اللقاح هو الحل الأفضل، نحن منوصل هيدي المعلومات عبر حملة التوعية اللي عم نعملها. رفقنا متطوعين بقلب مخيم سوري بالمرج، متطوعة من منظمة ماما تحاول توصيل المعلومات الصحية الصحيحة ليوسف، وحتى هذا اليوم ما اقتنع بضرورة التلقيح. دخلنا خيمته لنتعرف على المزيد عن تحفظاته. بالنسبة للجوع، إذا كان جوعان أهم من اللقاح، أنا عندي هيك رأيي. يعني هاي مثلا بدا عندها فيتامين د نقص، رحت جيب لها العلبة من شي شهرين ما احسن تجيبها، طلبوا فيها 50,000. مين كان عم يبكي امبارح اولت امبارح على البيت؟ مين يرفع ايده؟ حديث عن الامام علي كرم الله وجهه والله مرضى عنه، قال لو كان الجوع رجل لقتلته. لتأمين مناعة مجتمعية على كل الأراضي اللبنانية، 70-80% من كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين ومن غير جنسيات عليهم تناول اللقاح. فهل سنتوصل قريباً إلى هذه الحماية؟